اهلا بكم متابعين الصعيد الديواني في كل مكان. النهارده متواجدين في مؤتمر اتحاد القبائل العربيه للتعارف على دور الاتحاد في الفتره القادمه. في اختلافات كتير كانت من شباب الصعيد حول اقامه المؤتمر ما بين مؤيد وما بين معارض. قبائل في بيانات طلعت من شباب باسم قبائل من محافظات الصعيد، لكن خلينا على ارض الواقع ونشوف مين من حضر من القبائل دي ويدور المؤتمر النهارده، وإلا هنشوفوا حكاية اتحاد القبائل العربية. خليكم معانا. نقول للسيد الرئيس ان احنا خلف ابنائنا من القوات المسلحة ومدعمين للدولة المصرية، وكل كل أبناء وزعماء القبائل على مستوى مصر كلهم على قلب رجل واحد، خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف الجيش المصري. وزي ما انت شايف النهاردة انتفاضة في حب السيد الرئيس وفي حب الجيش المصري، وترحيب وتأييد للشيخ إبراهيم العرجاني ورجالة الاتحاد القبائل بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني واللواء أحمد ضيف صقر والنائب المخضرم أحمد رسلان والنائب مصطفى بكري واللواء خالد خلف الله والنائب هشام الشعيني. النهاردة زي ما انت شايف كانت ثورة في محبة وانتفاضة كبيرة في محبة الوطن ومحبة القائد الزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالنهاردة بمثابة احتفالية كبيرة حبا للرئيس والوطن، وتأييد ودعم للقوات المسلحة، وتأييد ودعم لاتحاد القبائل العربية. نحسب على الله يكون خير في حب الوطن وفي مصلحة الجميع وفي مصلحة مصر إن شاء الله. سليمان أبو قراريس الفايدي أحد اللجنة الإعلامية إلى قبيلة الفوايد البراغيث السعادي. أنا توجدت اليوم لأن في رسالة قوية جدا، وهي رفض التهجير والقضاء وتصفية القضية الفلسطينية. نحن نرفض ذلك. إحنا كقبائل عربية التي أرسلنا كسوة الكعبة وحفظنا على سيناء وحربنا في 73 بلهجة الصعيدي والعربي من القبائل العربية اللي دافعنا عن أرض سيناء، نرفض رفض تام لتصفية القضية الفلسطينية. هذه أهم رسالة اليوم. نحن أبناء القبائل العربية سندافع للممات عن مصر وعن جميع الدول العربية. أنا بحكم رجل ليبي، مصر بلادي، مصر فيها هالي وفيها أخوتي وفيها جدي صالح باشا لملوم، أنت تحدثت عليه من قبل وتابعناك ودرنا لك موقف كويس في ليبيا. نحن هذا واجب علينا نشكرك عليه في اللقاء. بارك الله فيك، ونحن رأينا نتابع فيك من ليبيا من مدينة بنغازي، وانت حج انت حد جميل جدا ومثقف وعندك معلومة جميلة جدا، فنشكرك وكل الدعم منا نحن كقبيلة الفوايد لك. سلمك وربي يوفقك. ورسالتي إلى القبائل العربية، الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وهذه هي رسالة المؤتمر اليوم. وتحية خاصة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى كل القيادات الدولة واحد واحد. العمدة صالح حماد المغواري، منسق عام محافظة مطروح، هيئة شباب القبائل العربية والعائلات العربية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. والله احنا جينا من مطروح بندعم هذه الكيان الجديد، وهذا الله هيلم جميع القبائل العربية تحت سقف واحد، واحنا يعني مستبشرين خير تحت قيادة الشيخ إبراهيم العرجاني والنائب المحترم أحمد رسلين والعمد كمال عثمان والأستاذ مصطفى بكري. واحنا جينا ندعم ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان شاء الله ان نبقى كلنا كوم واحد لخدمه بلدنا وتحت رايه الرئيس المفدى عبد الفتاح السيسي حفظه الله. صابر ابو صالح ابو الزهري من عرب العوازم محافظه قنا مركز فرشور. بدو الصعيد حبيبي، ايه رايك في اتحاد القبائل العربيه وتعليقك؟ والله تعليقي عن الاتحاد القبائل العربيه اليوم حاجه فخامه لجمهوريه مصر العربيه والجمع الكريم هديه
والجمع الكريم هديه، تمام. الله حيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على المؤتمر اليوم الحج كمال عثمان أبو مخلوف وفخامة الشيخ إبراهيم العرجاني وكل القبائل العربية. هذا فخر مصر تما، شباب مصر وشباب القبائل هذه، تمام. حنا إيد واحدة، كلنا إيد واحدة. الله حي الكل والجميع، وهذا أنا افتخر. أنا يعني أنا ما بقول من أي قبيلة، حنا كلنا، تمام، سواء الصعيد جنوب شمال، حنا كلنا إيد واحدة متكاتفين. شباب الجمهورية كلهم إيد واحدة، وما فيش فرق، تمام، بين لبدوي ولا فلاح ولا صعيدي. حنا كلنا في وطن واحد وكلنا إيد واحدة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أبناء مصر الحبيبة، أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا الحفل العظيم الذي يشرفنا فيه كثير من القامات السياسية والأمنية، كما أتوجه بالشكر الآن إلى هذا الأسد الذي يتمتع بشعبية كبيرة. أقولها بكل حب وصراحة أن هذا الرجل الذي نفخر بأننا الآن في حزاوته، إننا الآن نفخر بأننا في هذه الرابطة العظيمة والكيان والصرح الذي يقيم على هذا الحفل رجل من رجال مصر الأعزاء، ألا وهو الشيخ إبراهيم العرجاني. أحب أن أوجه له كلمات معسولة لأنني أحبه حبا جما، ابن العم الغالي الأصيل الشيخ إبراهيم العرجاني، ابن قبيلة الطرابين، بل ابن لكل العرب، بل ابن لكل المصريين. أقول له: العرجاني ذوق وكريم، العرجاني طبع حليم، العرجاني أصل الطيبة، العرجاني عرب العربان، العرجاني عرب العربان، العرجاني كل أمان، العرجاني تاج على الراس، العرجاني حبيب الناس، العرجاني مخلص محبوب، العرجاني ترباني أصيل، العرجاني محمود السيرة، العرجاني قبيلته أصيلة، العرجاني حبيب الكل، العرجاني أسد الصحراء، العرجاني فارس مغوار، العرجاني ده ترباني، العرجاني حبيب الكل. ونقدم لسيادتي كل الحب وكل الفخر بأننا من أبناء قبيلة الطرابين، والتي أرسى دعائمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشكرا. قبائل سيناء، العريش، محمد هليل المعريش، قبيلة العزازمة. النهارده شايف المؤتمر ده، فهمت ايه من دور؟ والله بسم الله ما شاء الله، تحت قبائل بسم الله ما شاء الله كويس، واحنا تحت مظله واحده، رغم اننا تحت مظله واحده قبائل العربيه والرئيس عبد الفتاح السيسي، من سيناء الى سوى احنا تحت مظله واحده. ونشكر المهندس ابراهيم العرجاني على انتماء والقبائل ورئيس القبائل ابراهيم العرجاني. بالنسبه لتنظيم المؤتمر من قبل الحاج كمال عثمان مخلوف، تقول ايه؟ نشكر المهندس كمال عثمان على الاحتفاء والمؤتمر، ومشكور. شايف ان حاجه جميله ان الصعيد والقبائل العربيه يكونوا مرتبطين ببعض في حاجه زي الاتحاد القبائل العربيه، ولا احنا كده تحت مظله واحده؟ قبائل سيناء مطروح بالصعيد، ده تعاون القبائل في تحت مظله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده حاجه كويسه. أخوكم المهندس حسين الدلال، رئيس هيئة شباب القبائل والعائلات العربية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. طبعا جينا اليوم بدعوة كريمة من معالي الشيخ الدكتور الحاج كمال عثمان ابن عمي، وطبعا شرف عظيم طبعا للضيافة الكريمة، طبعا لاستقبال وفد ورئاسة الاتحاد العربي للقبائل الشيخ إبراهيم العرجاني. فجينا طبعا نحن نقول نحن مؤيدين لأي كيان بما يخدم الشعب المصري والأمة الإسلامية. ثانيا نحن نبارك لأي كيان بما لا يخالف
الدستور القواعد الحكيمة اللي هي منصة بها الدولة الحكيمة. كما أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أعطانا طبعا فرصة للتعارف ولم الشم في جميع من أن جميع أنحاء مصر. معنا النهاردة نقيب عام فلاحين مصر، حابين نتشرف باللقاء معاه النهاردة ونعرف منه إيه تعليقه على مؤتمر النهاردة. طبعا معكم حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين. أنا النهاردة سعيد جدا لهذا اللقاء اللي جمع عائلات وقبائل مصر كلها في أرض الجيزة المحايدة، أنا بقولها يعتبر يعني جنب الأهرامات، ومع هرم صعيد مصر حج كمال عثمان. الرعاية الجميلة يعني الترحاب اللي شفناه، طبعا بنوجه رسالة لكل العالم من المؤتمر ده، شفته الجمع الكريم كلنا على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية للرد على الإشاعات اللي كانت بتطلع وتصيد الأخطاء من الناس المغرضين. فالنهاردة شايف يوم عظيم، كل أهل مصر من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب كانوا مجمعين في مكان واحد بيقولوا أن احنا خلف الدولة المصرية في أي قرار تتخذه، خاصة في هذه الأوقات العصيبة. تعليقك على تنسيق المؤتمر اللي قدمه الحاج كمال عثمان مخلوف؟ والله الحقيقة طبعا الحاج كمال طبعا بيبهرنا كل مرة بالتنظيم والحفاوة الكبيرة والكرم الكبير. النهاردة كان يوم مشهود ويوم تاريخي لأبناء الصعيد خاصة وأبناء القبائل العامة في مصر، لأن طبعا أننا شفنا تنظيم وحاجة تفرح، شرف لنا كلنا أن احنا نكون قرايب للحاج كمال عثمان ومن أهل صعيد مصر. شكرا لك، شكرين جدا لكم. بيت جنديل من عرب الربيعة، مركز هنا محافظة السوهاج. ايه رأيك في اتحاد القبائل العربية؟ اتحاد القبائل العربية هو اتشهر بقيادة المهندس ابراهيم العرجاني، الرجل الاسد المحترم، وسيادة اللواء احمد الضيف صقر اللي هو النائب بتاعه من جهينا من عندنا، واحنا جايين مخصوص للمؤتمر هنا علشان نحضر المؤتمر، وجينا لقينا كم كبير وربنا اكرم الحمد لله يعني. وبعدين القبائل العربيه والمصريه ده سند للجيش المصري وسند لرئيسنا وسند لكل حاجه، لان القبائل مش قليله يعني. الحاج كمال عثمان لما بيدعي اي حد في الصعيد تلقائي يعني احنا بنجيله، لانه ده راجل رمز من رموز الصعيد الحاج كمال يعني. الصعيد كله من اول الجيزه لغايه حلايب وشلاتين يعرف الحاج كمال عثمان، لانه ده اهل الخير اهل الكرم اهل كل حاجه، بيفك مصالح بيفك الناس، ده سند لينا في القاهره هنا. رئيس احمد يوسف ابو الحجاج من الساده الاشراف الحجاجيه. الساده الاشراف؟ من الساده الاشراف الحجاجيه من محافظه الجيزه، لكن الاصل العيله من الاقصر، وجاي هنا للحاج كمال عثمان. ان الحاج كمال عثمان مش شخصيه كويسه جدا، وشخصيه بتمثل ابناء السعيد وابناء العرب، والحاج كمال عثمان ابن الساده الاشراف الشريف ابن الشريف من معدن طيب واصل طيب، بناء على كده كل الناس دي بتحبه، بناء على كده كل الناس دي جات له من كل محافظات مصر. ونشكر الحاج كمال عثمان على هذا المؤتمر الحاشد لكل القبائل العربيه وابناء الصعيد تما، وشكرا للحاج كمال عثمان. ايه رايك في اتحاد القبائل العربيه وموضوع ان يكون في اتحاد ما بين كل القبائل الموجوده في مصر؟ ده شيء جميل، ترابط ان القبائل كلها يبقى واحد، القبائل كلها تبقى تبع رايه واحده، يعني القبائل العربيه كلها يبقى متحده، ده شيء جميل. الشريف عبد الحميد الجعفري السلواوي رئيس المجلس الاعلى للساده الاشراف الجعفره. طبعا الساده الاشراف الجعفره حوالي 14 مليون جعفري على مستوى جمهوريه مصر العربيه، اللي منهم هو الحج كمال عثمان. عايزك تأكد على المعلومة دي، الحج كمال منين؟ الحج كمال عثمان ينتهي نسبه للسيد أحمد الساري الذي هاجر من قرية سلوى بحري مركز كومبو محافظة أسوان إلى مشطة بمحافظة أسوان، ومنها بني عدي في أسيوط وبني شعران وإلى أبو طشت. يبقى السيد كمال عثمان مخلوف الجعفر الحسيني يعتبر ابن السيد سعيد حفيد الأمير حمد الذي والله الظاهر ببرص أميرا على الصعيد الأعلى، وتولى طرد التتار من مصر
وينتهي نسب الأمير حمد إلى الإمام محمد المهدي، ثم الإمام حسن العسكري، ثم الإمام علي الهادي، ثم الإمام محمد الجواد، ثم الإمام جعفر الصادق، ثم الإمام موسى الكاظم، ثم الإمام علي الرضا، ثم الإمام محمد حسن العسكري، ثم الإمام محمد المهدي، ثم الإمام علي زين العابدين، ثم الإمام الحسين، ثم الإمام علي بن أبي طالب ابن السيدة ثم ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتحاد القبائل العربية برئاسة والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني والنائب مصطفى بكري والحاج كمال عثمان مخلوف الجعفري، فنحن لا نمت بصلة لمن يتشدق من السادة الأشراف أو السادة الجعافرة الذين يقولون احنا ضد هذا الاحتلال. الاتحاد هذا الكيان اولا هو تنموي، في البداية هو تنموي على جميع ربوع مصر. الاتحاد هيقدم خدمات لأهل الصعيد والقبائل العربية برا مصر؟ بالطبع اكيد في الاتحاد قوة، والتفرقة والعنصرية يعني حتى صلة الرحم حضرة سيدنا النبي قال ايه، تعلموا من انسابكم بقدر ما تصلوا بها ارحامهم، لانه صلة الرحم تطيل العمر وتكسب في الرزق. فاحنا اللي بنعمله ده او اللي بيتعمل في الكيانات دي التجمع والتآخي ونبذ الفرقة والتطرف، جميع الدول اللي حوالينا يعني تفتتت بالقبائل او انحرفت، يعني محافظاتنا الحدودية سيناء ومطروح واسوان دي مؤمنة بالكامل عبر قواتنا المسلحة الباسلة بمعاونة العشائر والقبائل القاطنين في تلك المحافظات الحدودية حتى لا ينحرفوا نحو العمالة أو اندساس عناصر متطرفة لدخول البلاد لزعزعة واستقرار الأمن. نحن في مصر الشعب الوحيد على مستوى العالم في تماسك أو في رباط إلى يوم الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. بين الفنان يقول لنا كلمتين عن اتحاد القبائل العربية ووجوده النهاردة كان شغل زي. والله جايين ندعم برضو سعيد بالاحتفالية دي، كل الشعب المصري بربوعه صعيد وفلاحين وكل القبائل كله موجود والفنانين كمان، بندعم القضية المصرية وندعم القيادة المصرية طبعا، وكان يوم جميل جدا سعيد ان انا موجود. اتحاد القبائل العربيه او اتحاد ابناء الصعيد والقبائل العربيه شايفه ازاي الفتره دي؟ ما انا بقول لك انا شايف ان هي احتفاليه بتجمعنا كلنا على قلب رجل واحد، وهو ده المهم، ان احنا نبقى دايما في ظهر قيادتنا ودايما واعيين للخطر اللي موجود علينا. حاج كمال عثمان مخلوف اللي جنب تنظيم المؤتمر النهارده تقول ايه؟ بحييه طبعا جدا جدا وبشكره على اليوم الجميل ده ويوم عيد يعني. احنا سعداء جدا بزيارتك النهارده المقر. الله يحفظك الله يخليك تحياتي. كلمه اخيره للحاج كمال عثمان مخلوف، لان انت من جينا محافظ جينا صح؟ اه طبعا. طيب ايه تعرف ايه عن الحاج كمال عثمان مخلوف لان بيواجه انتقادات شديده الفتره اللي فاتت؟ اقول الحاج كمال ابو مخلوف سير على بركة الله زي ما انت ماشي، وحنا في خلفك ومعك تمام، وحنا شباب الصعيد تمن تمام الجمهورية كلها حنا معك، لانك انت يعني بتمثل الجمهورية جمهورية مصر العربية، ومش قبيلة معينة او نقول مثلا الصعيد او بحاري، لا الجمهورية تمن سير على بركة الله، حنا معك في طريقك وباسم تحيا مصر حنا معك ومع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحنا فداء الوطن.